توقيع مصفوفة الانسحابات، هل ينقذ اتفاق الرياض؟ وهل تنجح محاولات إخلاء عدم من القوات العسكرية والسلاح؟ وإذا ما كتب لها النجاح، هل تؤمن هذه العملية السلام لعدن؟ أهلا بكم. بعد إنجاز اتفاق لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، تم التوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، بالإضافة إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة. كل هذا خلال فترة لا تزيد عن 20 يوما تبدأ السبت القادم. يقول مراقبون إن نجاح الاتفاق مرتبط بأن تعي الأطراف ألا حل إلا بتنفيذه، وإن كانوا يستغربون وجود مصفوفة الاتفاق هذه بوجود الاتفاق نفسه، خاصة أن الإعلان عنها يأتي بعد أكثر من شهرين من توقيع الاتفاق في 5 نوفمبر الماضي. ونحن هنا نتساءل، ما الذي يشكله تنفيذ الملف العسكري من أهمية في حلحلة الأزمة؟ والأهم من ذلك، هل سيقبل الانتقالي تسليم السلاح الإماراتي للسعودية ونقل معسكراته إلى خارج مربعات سيطرته؟ بعد أكثر من شهرين على توقيعه، تعود الحياة لاتفاق الرياض من بوابة أخرى في محاولة لبعث الروح فيه بعد موات. العودة للاتفاق تمثلت هذه المرة عبر مصفوفة من الإجراءات ذات الطابع العسكري التي تحاول تجاوز العثرات وتقارب بين الأطراف بعد اتهامات متبادلة وجدل خاضته طوال الفترة الماضية بشأن تفسير بنود الاتفاق. بحسب رئيس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، فإن التوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها وضعت اتفاق الرياض في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري. ينص محضر الاتفاق على انسحاب جميع القوات من عدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتجميعها تحت إشراف مباشر من السعودية واستلام الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مهمة الإشراف على الوضع الأمني في المدينة. يرى مراقبون أن البدء في الإجراءات العسكرية تبدو خطوة جيدة باعتبارها كفيلة بنزع السلاح الثقيل والمتوسط من يد القوات الموالية للإمارات وعودة الحياة إلى العاصمة المؤقتة، إلا أن هذه الخطوة ذاتها لقيت تشكيكاً واسعاً حول مدى قابليتها للتنفيذ، خصوصاً في ظل استمرار الموقف الإماراتي المتصلب في وجه الشرعية. جدد المحضر الموقع عليه ذات الانتقادات التي وجهت للاتفاق الأساسي لجهة تأكيده على الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية عن طريق النص على ضرورة التشاور مع أطراف لم يسمها في الخطوة التالية، وهي خطوة تعيين محافظ ومدير شرطة للعاصمة المؤقتة عدن. يأتي التوقيع على المحضر في أعقاب تصعيد من جانب المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية، وهو ما قد ينعش من فرص تنفيذ اتفاق يجادل كثير من المراقبين بأنه ولد ميتاً. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد. أهلا بك سيد عبد السلام. أهلا بك، شكرا لك، وأهلا بالمشاهدين الكرام وبأي ضيف أيضا يشاركنا في هذه الحلقة. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا ما بدأنا سيد عبد السلام فيما يتعلق بأن هذا الاتفاق أو هذه المصفوفة إن صح التعبير أو الاتفاق وإن كان جاء داخل اتفاق آخر الذي هو اتفاق الرياض، كيف تتابع الإعلان عنه؟ هل من جدية تراها في تنفيذ الاتفاق، أو هل سيفضي هذا الاتفاق لتنفيذ اتفاق الرياض؟ طبعا التوقيع الأخير على مصفوفة الاتفاق أو على الملحقيات الاتفاق هو لم يكن يستدعي أصلا توقيع، ولكن محاولة منع فشل اتفاق الرياض دفع بالقائمين على أو المشرفين على الاتفاق وهي المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، دفعها لإجراء هذا الاتفاق، خاصة وأن المدة الزمنية للاتفاق هي انتهت عمليا، يعني نحن نتحدث عن شهرين لتطبيق كل الاتفاق بنود الاتفاق الثلاثة، يعني ما يتعلق مثلا بالتشكيلات العسكرية و60 يوم
إعادة التموضع، سحب الصواريخ إلى آخره، يعني بناءها. وما يتعلق بالحكومة، تشكيل الحكومة 15 يوم، وأيضا وما يتعلق بتعيين مدير أمن عدن ومحافظ عدن 15 يوم. لو أنت تتحدث عن اتفاق رياض الأساسي، هو اتفاق رياض. لو قسنا هذا معناه خلال شهرين يجب أن تنتهي هذه، لم يحصل شيء، يعني انتهى الشهرين وأضيف لها 5 أيام من الشهر الثالث ولم ينتهي، يعني من 5 نوفمبر إلى 5 يناير يفترض أنه انتهينا من هذه الإجراءات. ولكن في يوم 10 بعد 5 أيام أو 4 أيام تقريبا أعيد اتفاق جديد تم التوقيع عليه. هذا يبدو أن هذا التوقيع ليس على المصفوفة ولا كان تحتاج أصلا توقيع، إنما هو لمنع فشل الاتفاق. ويبدو يعني هناك مؤشرات كثيرة في هذا الجانب. هناك جهة ما أفشلت الاتفاق خلال الفترة الماضية، هذا جانب محلي. الجانب الإقليمي أيضا ربما أن الأحداث المتسارعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دفعت أيضا التحالف للضغط على شركائه من الحكومة والانتقالي للإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، خوفا من أي فراغ يحصل ويستغلوا الحوثي. وأيضا كجانب دولي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أيضا التفرغ لمشكلة إيران في منع يعني جعل حلفائها على الأرض في وضعية الاستعداد، خاصة حلفاء دول الخليج. فعندما تكون لديهم مشكلات من هذه المشكلات البسيطة مرهقة جدا، خاصة وأن ما يتعلق باتفاق عدن هو من أجل عودة الدولة لحماية مناطق مهمة جدا. باب المندب هو قريب من خليج عدن وهو ممر دولي، وإيران تسعى للسيطرة عليه. وفي حال وجود فصائل خارج إطار الدولة وحال لم يحل المشكلة مع الانتقالي يتوقع أن تخرج عدن عن السيطرة. يعني أنت متفائل؟ أنا يعني دائما أقول أي اتفاقيات لا تستطيع أن تنجح 100%، ولكن هناك نسبة لنجاحها. ربما هذه المرة الجدية من قبل التحالف مع الطرفين الانتقالي والحكومة أكثر من المرحلة الأولى، أو بمعنى أن التحالف هو أيضا يعمل على يعني محاولات تدريجية لإرغام شركائه للاتفاق. أنا لا أتوقع أن الاتفاق سينجح 100% ولا أتوقع أنه يفشل 100%، لكن أتوقع أن الانتقال والحكومة يقدمان تنازلات لبعضهما. وطبعا التقديم التنازلات لبعضهما معناها ذهاب كثير من موضوع السيطرة والسيادة لجهة أخرى وجهة ثالثة. يعني هذه الجهة قد تكون يعني تقصد المشرف التحالف. طيب هذه النقطة يعني هذا يعني يدفعني للتساؤل الآن، ما الذي عرقل التنفيذ في الفترة السابقة؟ أنا قلتها، يعني يبدو أن هناك طرف من الأطراف عرقل التنفيذ، ويبدو أن الطرفين، لكن الأمور واضحة أكثر. الحكومة تريد أن تعود كسيادة ودولة، وبمعنى أنها تعود بشروطها، ويبدو أن الانتقال يريد أن يشارك في الاتفاق ويشارك في الحكومة بشروطه هو، أي بمعنى القبول للدخول في الحكومة لكن مع السيطرة الكاملة على عدن من قبله، أي بمعنى تبقى الحكومة أسيرة لتوجيهات الانتقالي، مثل ما هو حاصل في صنعاء عندما الحوثيين وقعوا اتفاق السلم والشراكة على أساس تبقى الحكومة تحت سيطرتهم. هذا الانتقالي كان في الفترة الماضية يبدو أنه متوهما أنه سيخفف من حدة التوتر مع الحكومة وينهي حالة الخلاف مع التحالف بتوقيع الاتفاق، لكن يبقى مسيطر، والأمور لم تمشي كما أراد. وأعتقد أنه سيقدم تنازلات، وأيضا الحكومة ستقدم تنازلات. يعني أنا سألتك من هذه النقطة حتى نفهم أكثر مسألة إمكانية تحقيق هذه المصفوفة، بغض النظر عن، لأنه في نهاية المطاف يقول كثيرون مهما كانت الضغوط الخارجية الكبيرة موجودة، إذا لم يكن الأطراف نفسهم يعني لديهم الاستعداد المبدئي، وهذا كان أحد الأسئلة التي طرحناها في المقدمة، أو النية المبدئية لتحقيق هذا الاتفاق، فلن يكون هناك تنفيذ في حقيقة الأمر. هل ترى أن الضغط سيتجاوز هذه المسألة؟ أقصد من الخارج، من دول الخليج، من الضامن، أقصد السعودية هنا، أم أنه سنشاهد خلال الفترة القادمة عرقلة جديدة وربما اتفاق جديد بعد ذلك؟ احنا لو عدنا الى اهداف التحالف، ماذا يريد من اصلا من اتفاق رياض؟ يعني
لو رجعنا بالأساس، ماذا تريد الإمارات العربية المتحدة من دعم الانتقالي في الجنوب ودعمه في المناطق المحررة والتقليل من فرص السيادة للحكومة؟ واضح جدا أن التحالف في المناطق المحررة أراد أن يكون النفوذ له لا للحكومة، وبالتالي أهداف التحالف هي قد تتصادم مع أهداف الحكومة اليمينية. لكن الحكومة مرغمة لأنها ليس أمامها إلا ميليشيات تسيطر أو التفاهم مع التحالف، وبالتالي ما هي الأوراق التي لدى الحكومة التي يمكن أن تتعاون فيها أو تتعامل بها؟ بمعنى يعني الآن هناك ضغط كبير شعبي من الرأي العام على الحكومة الشرعية بأن هذه مسألة سيادية، حديث عن رضوخ كامل إن لم يكن للإمارات فهو للسعودية فيما يتعلق بالتحالف العربي. بما تستقوي الحكومة الآن؟ الحكومة أفشلت يعني خطة الانتقالي أو الخطة الاستراتيجية للإمارات في المحافظات الجنوبية بالسيطرة على محافظة شبوة. محافظة شبوة من ناحية أنها أمنت ميناء نفطي للحكومة اليمنية على البحر العربي، ومن ناحية ثانية فصلت عدن عن المحافظات البقية حضرموت وشبوة ومناطق أخرى التي هي مهمة بالنسبة لهم، خاصة أن الانتقال يريد الوصول إلى عبر مناطق الحدود السعودية، وهذه المناطق إذا وصل إليها يريد أن يوقع اتفاق جديد مع السعودية باعتباره يعني مسيطر. الحكومة عندما أفشلت هذا أرغمت الانتقالي على بدء مباحثات جديدة أو أرغمته على الدخول في الحوار من أساسه. الآن الانتقالي يريد أن يلعب بالأوراق وأراد أن يستعيد محافظة شبوة خلال الفترة الماضية، فشل. بالتالي الأوراق التي تمتلكها الحكومة أوراق ميدانية على الأرض، خاصة في محافظة شبوة أنها قريبة من محافظة الجنوب، في أي وقت تتحرك عسكريا. كما أن الإمارات العربية المتحدة لن تكرر تجربة الضرب بالطيران بسهولة جدا، لأنه الأمر أصبح صعب وهناك إجراءات دولية ووضع شكاوى في مجلس الأمن ربما أيضا وضع. طبعا كان الحكومة أرادت أن قد تصدر قرار إخراجها من التحالف أو الاستغناء عنها، وإذا صدر هذا يتضرر التحالف العربي وتتضرر المملكة العربية السعودية، لأنها تعتبر الإمارات مساعد وهي آخر ورقة لها داعمة في اليمن. طيب خلال الفترة القادمة منذ توقيع الاتفاق إلى الآن كيف تقيم أداء الحكومة؟ لأن لدي الدكتور فيصل العواضي الذي سينضم لنا بعد لحظات، أريد تقييمك لأداء الحكومة خلال هذه الفترة. الحكومة عادت يعني باعتبار إذا قلنا أنه يفترض عودة الحكومة بعد 15 يوم، لم تعد الحكومة كاملة، عاد رئيس الوزراء ومجموعة وزراء فقط، وعملهم أصبح على الأرض يتعلق بالجانب الخدمي، بالتالي لا يتعلق بالجانب السيادي والإشراف استعادة الدولة سلطة الدولة، أي بمعنى أن نستطيع أن نقول أداء الحكومة يتمثل بين نسبة 20 إلى 30% من المطلوب منها خلال هذه الفترة. وكان يفترض أنه خلال 15 يوما أن تتواجد الحكومة في عدن أن تستعيد هيبة الدولة، أي أن تسيطر على كل شيء. لا أعتقد أن رئيس الوزراء يستطيع توجيه الآن وزارة الأجهزة الأمنية في عدن، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يوجه كثير من الإدارات المحلية، بالتالي بمعنى أن السيادة والسلطة داخل عدن لغير. أيضا الوزراء لا يستطيعوا يتنقلوا في أي مكان، ولا يستطيعوا أن يقوموا بأعمال يعني لها علاقة بالدولة، إنما كلها جوانب خدمية، توجيه صرف مرتبات، محاولة حل مشاكل الكهرباء. هذا الجانب حول من الحكومة كرمزية للسيادة إلى مؤسسة خدمية، حتى نستطيع أن نقول أن أدائها خلال الفترة الماضية بعد توقيع الاتفاق لا يتجاوز 30% من المطلوب منها. أنقل هذه النقطة إلى دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك دكتور العواضي. إذن 30% مما يفترض بالحكومة القيام به خلال الفترة الماضية منذ توقيع الاتفاق الرياض، يقول السيد عبد السلام محمد فيما يتعلق بتقييمه لأداء الحكومة، لماذا يحدث ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اتفاق الرياض هو طبعا فيه جانب يعني هو معروف من ثلاثة مجالات، جانب سياسي، جانب أمني عسكري، وجانب اقتصادي. الحكومة
طبعا كان التزمين في اتفاق الرياض انه الفتره الزمنيه كانت قصيره، لكن دائما اي اتفاق عندما يكتب نظريا ويبدا تنفيذه على الواقع تبرز عقبات معينه لا يعني لا ينفذ كما هو مرسوم على الورق. ما الذي برز على الارض دكتور فيصل؟ الحكومه ما الذي برز على الارض دكتور فيصل وعرقل اداء الحكومه خلال الفتره الماضيه؟ يا اخي كان في حرب ومشاكل وعدم انعدام ثقه، كيف يعني الناس كانوا اصحاب بس مجرد وقعوا اتفاق وحيرجعوا يمارسوا على الارض؟ لازم بناء ثقه وحاجه زي كذا وشاد وجذب، وهذه معروف انها يعني اعاده بناء من جديد للثقه وللمؤسسات ولكل شيء. الحكومه فيما يتعلق بالثقه الاقتصادي حققت كثير من الجوانب، يعني ضبط الايرادات وتنميتها، مكافحة الفساد، اتخذت قرارات في الجانب الاقتصادي هامة يعني في اتجاه إعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية اليمنية، وذلك من خلال تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال، وأيضا يعني محاربة الفساد اللي كان يعني واضح ويشكل ملاحظة على اليمن في منظمة الشفافية العالمية. الآن القرار إجمالي القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت إيجابية، ويعني أعادت الثقة بالاقتصاد اليمني إلى حد كبير، هذا فيما يتعلق بالقرارات الإجرائية. فيما يتعلق بالجانب الخدمي ضيفك الكريم ذكر، والحكومة التقت بالسلطات القائمة، يعني رئيس الوزراء اجتمع السلطة المحلية في محافظات لاحيو وأبيان وعدن وكل المحافظات تعز، ولانه الجانب الاصلاح البيئي كان يشكل حاله خطيره جدا، يعني كان تردي الاوضاع الخدميه قد وصل الى حاله متدنيه جدا، لهذا الحكومه عملت على انتشال هذا الجانب. طيب دعني اعود الى السيد عبد السلام محمد هنا في الاستوديو، يعني فيما يتعلق بانعدام الثقه بين الاطراف، عندما يكون هناك طرفان يتصارعان يأتي الوسيط والطرفان يثقان فيه، انعدام الثقة هنا بمن بالضبط برأيك؟ هل يمكن تبرير مسألة عدم حصول تقدم أو عدم قدرة الحكومة على إنجاز أو الأداء بشكل جيد خلال الفترة الماضية بانعدام الثقة مع الطرف الآخر؟ هو لا يوجد انعدام ثقة، هو يوجد صدام في الأهداف والاستراتيجيات. لدى الانتقالي رغبة في الانفصال وتشكيل دولة، ولدى الحكومة في استعادة المناطق المحررة تحت الدولة، وبالتالي هناك صدام. ليس المسألة لا تتعلق الثقة تنعدم بين الشركاء الأهداف الواحدة، لكن لا توجد أصلا أهداف موحدة، في أهداف متصادمة، ولكن التحالف هو يعمل على بلورة الأهداف، أي بمعنى يعمل بشكل تكتيكي لمحاولة استيعاب كامل للطرفين خلال هذه المرحلة، مرحلة الحرب. لكن في أي لحظة يحصل تدهور لهذه السيطرة من قبل التحالف، ومن ثم يعود الصدام إلى سابق عهده. أنا باعتقادي المسألة ليست في صدام مصالح، الانتقالي الآن يتحرك كطرف كدولة، ولديه أيضا ممثلين في الخارج يعتبرهم دبلوماسيين، يعني مكاتب في نيويورك، في أوروبا، في روسيا، وهو يتحرك على أنه يعني دولة مستقلة. نعم. طيب في هذا السياق دعني أسأل السيد عبد السلام محمد الآن، دكتور فيصل عواضي. أستاذ عبد السلام، دكتور فيصل، فيما يتعلق بالاتفاق الآن أو مصفوفة التنفيذ الجديدة، ما هي أبرز يعني من وجهة نظركم، هل سنشاهد تحقيقا لها وفقا لهذا المبدأ الزمني؟ يعني اليمنيون ينتظرون هدوءا في عدن، ينتظرون سلاما في عدن، حتى يركزوا على مسألة أخرى أكثر ربما أهمية فيما يتعلق بإعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، كثيرون يتحدثون بذلك. إلى أي مدى سنرى تنفيذا للاتفاق خلال الفترة القادمة وهذه المصفوفة بالأصح؟ هو طبعا اتفاق الرياض من أهم أهدافه القضاء على فوضى السلاح، بحيث لا يكون السلاح إلا
بيد وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ومنسوبيهما. الان طبعا سيتم تسليم اول خطوه هي نزع السلاح، وقد تم الاتفاق ضمن المصفوفه ان يتم التوقيع عليها، انه خلاص يعني في فتره زمنيه تسليم السلاح المتوسط والخفيف ودمج يعني استكمال استيعاب الاحزمه الامنيه والالويه الدعم والاسناد في اطار وزارتي الدفاع والداخليه، ومن ثم الانتقال الى الجانب السياسي اللي هو تشكيل الحكومه يعني خلال الفتره القادمه. طيب هذه النقاط المفترض ان يعني انها تمت، تشكيل الحكومه يفترض ان الرئيس عبد ربه منصور هادي هو من سيعلن هذه تسميه الحكومه، تعيين محافظ لعدن ومدير الامن، لماذا تعثرت الشرعيه في اصدارها الى الان؟ انا قلت لك ان عدم ثقه، وزميلي سماها انه يعني عدم توافق احداث ايا كانت، هذه كانت تمثل عراقيل تم التغلب عليها، والوصول الى مصفوفه الاتفاق يعني التي تم الاعلان عنها من قبل سفير المملكه العربيه السعوديه والدكتور احمد عبيد بن دار المكلف مستشار الرئيس المكلف بالتنسيق والمتابعه لتنفيذ اتفاق الرياض. يعني تم اعلان هذا بقناعه الجميع، يعني حتى الانتقالي لم يعلق ولم يعني كان مسلما انه هذا الاتفاق هو ملزم للجميع وسيأخذ طريقه الى التنفيذ يعني خلال الايام القليله القادمه. وكما قلت الرئيس هذه هو يتشاور مع بقيه يعني مع كل كافه القوى السياسيه، يعني سواء كانت الانتقالي او غيرها هو يتشاور معهم وفقا لاتفاق الرياض فيما يتعلق تشكيل الحكومه، فيما يتعلق محافظ ومدير عام عداد، وايضا بعض المحافظات التي تحتاج الى محافظ ومدراء عام. يعني الرئيس كما يبدو انه بدا الان التشاور حول هذا الجانب، تنفيذ الشكل السياسي هو تعيين المحافظين مدراء الامن وتشكيل الحكومه. شكرا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا على الهاتف من الرياض. بعودة إليك سيد عبد السلام محمد، هل سيستجيب الانتقالي برأيك إلى وسيتجاوب في تنفيذ ما تم الإعلان عنها الآن؟ الانتقالي هو مؤشرات تجاوبه من عدمها مرتبطة بالتحالف، هل التحالف جاد على إرغام الانتقالي؟ أنا أعتقد أن التحالف في توقيت مثل هذا التوقيت المهم يريد الوضع في المحافظات الجنوبية على الأقل إن لم يكن استقرار الهدوء في هذه الفترة بالذات. لكن أنت عندما تتحدث عن تحالف تفصل بين المملكة والإمارات أم تتعامل معهما بأنهما برؤية واحدة؟ لا، ما يتعلق بالمحافظات الجنوبية تدار غرفة عمليات واحدة التحالف، يعني الإمارات والمملكة العربية السعودية أعتقد وصلوا سابقا إلى حل خلافاتهم ومنذ ما قبل اتفاق الرياض. هو اتفاق الرياض كنتيجة أساسية لتوافق الرأي السعودي الإماراتي، من قبل كان هناك بعض الخلافات تم حلها بينهم وكان نتيجة ذلك اتفاق الرياض. أنا أعتقد الآن أن هناك توافق كبير بينهم وتنسيق كبير، إذا أرادت السعودية أن تضغط على الانتقالي تحركت الإمارات للضغط، وإذا أرادت السعودية أن تضغط على أو إذا أرادت الإمارات أن تضغط على الحكومة تتحرك المملكة العربية السعودية باتجاه الضغط على الحكومة. لكن في المجمل عدن لا يراد الآن لها الفوضى، بقائها هكذا، لكن لا يراد للحكومة الشرعية وسلطة الدولة أن تعود كاملة إلى عدن مهما كان، حتى ولو كانت عاصمة مؤقتة، لأن التحالف لا زال لديه أوراق يريد أن تكون في يده في اليمن، وهذا الأمر يدفعنا إلى مؤشرات تأجيل مسألة التفكير في الحاسم العسكري أو حتى في عملية السلام مع الحركة الحوثية. في هذا السياق عندما نتحدث على ذلك، يعني مسألة أن نقاط الاتفاق الموجودة تتحدث عن المملكة العربية السعودية كضامن لتنفيذ هذا الاتفاق وليس التحالف العربي، هذا كان يقترح أن ليس هناك رضا من قبل الحكومة الشرعية ربما أو من قبل الرئاسة على دور الإمارات بشكل كبير في المحافظات اليمنية. لكن عندما تتحدث أنت الآن عن اتفاق في الرؤية في
فيما يتعلق خاصة بالمحافظات الجنوبية بين السعودية والإمارات، هل يعطي هذا المجال للشرعية لأن تثق بالتحالف كضامن لتنفيذ الاتفاق؟ اولا لا يمكن يعني ان يحصل اتفاق الرياض بدون قبول الامارات، لان الامارات هي التي بنت هذه الميليشيات وهي قادره التحكم فيها. لكن انت قلت قبل قليل الحكومه الشرعيه كادت ان تصل الى طلب من مجلس الامن او الحديث عن اخراج الامارات من اعفاء الامارات من التحالف العربي، لكن لا يمكن للسعوديه ان توافق، لانه لا يسمى تحالف عربي الا اكثر من دوله، وبالتالي معناه الغاء التحالف العربي، وبالتالي انهاء مساله العمليه العسكريه. وهذا الامر الحكومه الشرعيه غير قادره على اتخاذ مثل هكذا مساله، هي لن تتخذ هذا القرار، لانه اعفاء التحالف من عمله الان وتفكيك التحالف، يعني انهاء التحالف العربي معناه بقاء الوضع كما هو عليه بدون أي دعم عسكري، بمعنى أنه على السعودية والإمارات الخروج من اليمن إذا تم إعفاء الإمارات. يعني هنا الحديث عن طلب إخراج الإمارات وبقية الأمور تترتب، يعني إذا كانت السعودية تريد وجود الإمارات لهذه الدرجة، لأن المسألة في اليمن يقول كثيرون، يعني أنت ربما تكون منهم أنها معنية بأمن المملكة العربية السعودية نفسها، يعني هي الفكرة مثلما الأمر مهم بالنسبة لليمنيين، ما يحدث في اليمن، مسألة الانقلاب وكذا وتداعياته، هو الأمر مهم أيضا للسعوديين. هل لدى الحكومة القدرة على الوصول إلى هذه الدرجة أم لا؟ في ظل المرحلة هذه لا تستطيع الحكومة يعني اتخاذ قرار منفردة بمسألة إعفاء الإمارات العربية المتحدة من التحالف، لكن أيضا التصعيد الذي حصل شذب من الدور الإماراتي في اليمن أكثر، بمعنى أن كان الإمارات زوائد كثيرة تتحرك من خلالها، الآن لا يمكن لتحرك الإمارات في المحافظات الجنوبية بدون توافق سعودي، وبالتالي ما بعد اتفاق الرياض أعطى للمملكة العربية السعودية دور جديد داخل المحافظات الجنوبية وكان غائب خلال الفترة الماضية، وهذا له جانب إيجابي أنه قرب عملية التوافق مع الحكومة، وله جانب أيضا سلبي أنه يعني أنهى حلم الحكومة في العودة كدولة مسيطرة على عدن بشكل كامل. طيب الآن خلال يعني الحديث من خلال الحديث كما نعود ونقول، هناك شخصيات سياسية متفائلة بهذا الاتفاق، مستشار الرئيس أحمد بن دغر أيضا يبدي حماسا كبيرا لنجاح الاتفاق، وهو يعني المسؤول لمتابعة هذا الاتفاق من داخل الحكومة، وأيضا هناك يعني تغيرات على مستوى المحيط بالنسبة لليمن فيما يتعلق صعود أو تغير في رأس الحكم في عمان، هل يمكن أن يؤثر ذلك على المشهد في اليمن؟ بالنسبة يعني العلاقات اليمنية العمانية هي علاقات قوية، ويعني من بعد ترسيم الحدود مع عمان لا أعتقد أن هناك مشاكل تتعلق بين البلدين، لكن الإشكالية بسيطة الآن بين عمان واليمن هي تتعلق بالتواجد المملكة العربية السعودية في المهرة. هذا يحل عبر ربما حل الإشكالية التي جعلت المملكة العربية السعودية تدخل المهرة، هو موضوع تهريب السلاح وتهريب الممنوعات، لأنه هناك يعني ادعاءات بأن موانئ موجودة في المهرة تستخدمها المهربون دون ما رقيب، وأن اليمن في وضعها الحالي ضعيف جدا لا تستطيع الرقابة. إذا توصلت الحكومة مع المملكة العربية السعودية لتدريب خفر السواحل أكثر ولرقابة أكثر، لا داعي لبقاء قوات سعودية داخل المهرة، وتحل هذه الإشكالية. بالنسبة للجانب الثاني وهو طموح السعودية في الحصول على ميناء نفطي في البحر العربي، هذا الأمر أعتقد حتى السعودية لن تقبل القيام به منفردة، هي ستدخل إذا دخلت اليمن لتشغيل ميناء نفطي فهي تدخل بشراكة مع الحكومة اليمنية وباتفاق واضح، بالتالي لا يوجد مخاوف على عمان، ولكن أنا أعتقد المخاوف كلها هو من وجود قوات سعودية أو إماراتية في على حدود عمان تفصل ما بينها وبين الجمهورية اليمنية. دعنا نشك معنا في الحوار سيد عبد السلام محمد، سيد صلاح السقلدي الصحفي الذي انضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد السقلدي.
فيما يتعلق بمصفوفة تنفيذ اتفاق الرياض الذي يعني لنقل اتفاق الذي وقع بالأمس، ما الذي برأيك سيجعله مختلفا عن ما وقع في الرياض في 5 نوفمبر الماضي؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى الساده المستمعين والمشاهدين. اهلا بك. لا شك ان الاحداث الاخيره التي سبقت توقيع هذا المسوده او هذا الاتفاق التكميلي هو كانت هي عوامل دافعه للتنفيذ، وعوامل نستطيع ان نقول بانها عوامل تبحث عن التفاؤل، وعبر هاي يمكن المضي قدما تنفيذ الاتفاق الاساسي اتفاق الرياض. احداث شبوه والاحداث الاخيره التي حصلت في عدن وتعليق مجلس الانتقالي مشاركه في تنفيذ الاتفاق كلها كانت ضغوط ومارست على الطرف الذي ظل يتمنع بتنفيذ الاتفاق هو الطرف الحكومي، وبالتالي وصل هذا الطرف الى قناعه على ما يبدو لي قناعه بان التهرب من تنفيذ الاتفاق لا جدوى منه وانه لا سبيل له والاطراف جميعا وللسعوديه ايضا الا بتنفيذ جنود هذا الاتفاق، وهذا ما يبدو بان الطرفين الان ماضيان بتنفيذه واتخذت خطوات العباس فيها في هذا الصدد، وكان ابرزها هو وصول اليوم عدد من الاسرى من الطرفين الى عدن ولتنفيذ جزء من الاتفاق الاخير وهو تبادل الاسرى والمضي قدما في تعيين محافظا لعدن والمحافظات الاخرى ومدير امن عدن و فيما بعد الانتقال الى الخطوه الاخرى التي هي تشكيل حكومه مشتركه. كل هذه البوادر حتى الان تبحث عن الامل ونتمنى ان تمشي بحسب ما مخطط لها وان لا يتاح للقوى والعناصر والشخصيات التي ترفض تنفيذ هذا الاتفاق وبالذات داخل الحكومه، فهناك كما اشرنا اكثر من مره بان مجموعه من الصقور هي حاولت منذ اليوم الاول ان تمشي الاتفاق. بل انها حاولت ان تتريح ويكون هناك حوار من اساسه بين الحكومه وبين المجلس الانتقالي، فهي ترى بهذا الاتفاق بانه يهدد مصالحها الشخصيه، ولا اقول بما تزعم بانه يهدد الوحده اليمنيه، وحده هي اساسا ليس له وجود على الارض، وان هذا الاتفاق يمكن الطرف الجنوبي من ان يفرض حضوره. بالعكس الطرف الجنوبي سواء كان مثلا بالانتقالي او بالحرف الجنوبي او اي تكوين او اي مكون ثاني او اي مكتب سياسي ثوري فهو سياتي غيره ليمثل قضيه عادله قضيه وطنيه يشهد لها الكل ويعترف بها بما فيها الخصوم، وبالتالي الاقصى التي وضعت سواء عن طريق الحوار المباشر بين الطرفين او العراقيل التي تمت فيما بعد لاجهاض هذا الاتفاق يبدو ان مصيرها الان الفشل، وان صوت العقل وصوت المنطق وصوت الاستشهاد بالعقل هو الحاضر حتى اللحظه، ونتمنى ان يمضي هذا الامر قدما ان شاء الله. طيب يعني اتفاق المصفوفه يتحدث عن خطه لاخلاء عدن من القوات العسكريه، فيما يتعلق بهذه النقطه هل تعتقد ان الانتقال يمكن ان يخرج قواته من عدن ويسلمها لقوات امن محايده؟ احنا نقول لك صراحه بين المجلس الانتقالي وكثير منهم تقريبا كل القوى الثوريه هي تتخوف من ان يسلم الانتقالي سلاحه للجهات غير مامونه في الجانب، غير مامونه في الجانب بما فيها السعوديه، فالسعوديه لا نرى بانها تستطيع ان تحتفظ بالسلاح الذي قد يسلمه الانتقالي، وان قد تتسرب هذا الاسلحه الى الطرف الثاني الذي يسعى الى الالتفاف على هذا الطرف، وبالتالي لا ارى ان الانتقالي سيسلم جميع اسلحته وسيسلم رقبته بالتالي الى الطرف الذي توعده وهو الطرف الحكومي. هذه هي من اصعب النقاط وربما هي دعني استوضح منك النقطة سيد الصقلدي. دعني أستوضح منك النقطة، هل تقصد أن القول أن المجلس الانتقالي قد لا يثق بالمملكة العربية السعودية في أنها قد تسلم الأسلحة للطرف الآخر الحكومة الشرعية؟ إن لم يتم تكريم الأسلحة جميعا، بما فيها الأسلحة التي في مارب. فلا أعتقد بالانتقالي في الجهاز يخلو يسلم أسلحته ويكرر نفس التجربة التي لكن اتفاق الرياض لا يتحدث عن إدخال ما هو في مأرب فيما يتعلق بما هو في عدن. إذا بقي الإصلاح يحتفظ بقوات عسكرية ثقيلة ومتوسطة سواء في الشبوة أو في المأرب، فلا أعتقد أن الانتقالي سيجاذب تسليم كل أسلحته، وقد يجد أي مخرج أو
يسعى الى اي تحليل بهذه النقطه، لان هذا هي قد تمثل للانتقال وللاتفاق هي عقده الانشاء بطبيعه الحال، لانها هي المرحله المفصليه، خصوصا ان تمت هذه ان تم تسليم هذا السلاح قبل اي تسويه سياسي وقبل اي اتفاق سياسي لحل القضيه الجنوبيه حل محاربه. اما طالما بقي الحل السياسي غائبا فلا اظن ان الانتقال قد يتم بناء اسلحته، وقد يلجا الى تسليم جزء من هذا السلاح ويحتفظ بسلاح اخر في المحافظات الريفيه، وهذا انا انصح الانتقالي حقيقه ان لا يسلم اسلحته الا اذا تبين الخيط الاسود من الخيط الابيض تماما، واتضح له ان هناك تسويه سياسيه تتمكنه فعلا من تحقيق حل عادل للقضيه الجنوبيه، سواء على شكل حكم فدرالي او على شكل استعاده الدول الجنوبي. اما في ظل غموض وضبابيه في المشهد العام داخل اليمن، وفي ظل موقف سعودي مرتعش مرتقل لم يفرض حضوره ولم يفرض اي بقوه امام الطرف الذي يتمنى بتنفيذ الاتفاق، فلا اعتقد ان الانتقال قد يجي تماما تنفيذ هذا الاتفاق، ولا اعتقد انه سيجاهر برفضه، ولكن قد ربما يعمل اتخاذ قرار بهذا الشكل. اما تسليم السلاح كاملا في ظل غياب حل سياسي وفي ظل غياب تسويه سياسيه وفي ظل بقى عدم حاله عدم الثقه الموجوده بينه وبين الطرف الاخر وفي ظل وجود طيب وضحت الفكره سيد الصقلاني، تفضل بالبقاء معي لانه هذه نقطه يعني احتاج الى نقاشها مع السيد عبد السلام محمد مرعك، فيما يتعلق بان يعني يتحدث السيد الصقلاني على ان على الانتقالي ألا يسلم أسلحته، وتحدث على وجود الأسلحة الموجودة في مأرب، لماذا لا تسلم أيضا للمملكة العربية السعودية؟ الاتفاق يتحدث عن السلاح في مدينة عدن فقط، السلاح الثقيل في العاصمة، ما دون ذلك ليس له علاقة بالاتفاق من الأساس. يعني هل نحن نعرف وندرك أن المقاومة تمتلك سلاح خفيف جدا، لا يوجد أسلحة ثقيلة، وإذا سحبت هذه الأسلحة سيكون الحوثي في عدن في اليوم الثاني على أقل تقدير إن لم يكن في ساعات. نحن ندرك أن المعسكرات التي بناها الانتقالي هشة من ناحية البناء كمعسكرات مقاومة، ولكنها فوضوية إذا ما كانت داخل المدن، وبالتالي في عدن السلاح أصبح خطر على الطرفين، يعني سلاح ثقيل داخل عدن غير مجدي للحكومة وغير مجدي للانتقالي. يعني بمعنى الحكومة إذا أرادت أن تعود بسلاح أمني نوعي بأجهزة خاصة وأسلحة نوعية فقط للأجهزة الأمنية، لكن الانتقالي أيضا يعني بقاء الأسلحة الثقيلة في يده داخل مدينة عدن ما جدواها، هل سيواجه دول أو يواجه جيوش؟ لا، ربما ينتقل إلى المحافظات المحادة لأماكن تمركز الحوثي ويقاتل هناك إلى جانب بقية القوات. مسألة مارب وما مارب لأن لا أعتقد لم يتطرق إليها الاتفاق بالأساس، وإذا كان هم يرون هذا مبرر لإفشال الاتفاق خلال الفترة القادمة فالحقيقة الفشل هو للمملكة العربية السعودية، ليس فشل الحكومة اليمنية التي حاولت أن تتعاون مع التحالف خلال الفترة الماضية لتوقيع هذا الاتفاق، وإلا الجيش هو كان على وشك الدخول إلى مدينة عدن. هناك نقطة أخرى أريد أن أسأل فيها السيد الصقلدي، يعني السيد الصقلدي هناك مسألة إدماج قوات الانتقال في الجيش، الآن هل سنشاهد مع وضع الاعتبار لما تفضل به السيد عبد السلام محمد، هل سنشاهد إحداث وضم لهذه القوات وفقا لقوائم وزارة الدفاع، يعني هيكلة هذه القوات رسميا واتباعها للأوامر العسكرية من قبل رئاسة الأركان ومن قبل هيئة الأركان أقصد؟ الاتفاق كما كررنا عده مرات لم يتحدث عن ضم ولا عن الحاق، وتحدث عن تنظيم فقط، تحدث عن تنظيم هناك مفردات ضم لكن قوات الهجوم الامني نعم قوات الضم وتنظيم يختلف عن الضم، فهو كلمه فضفاضه وممكن تحتمل عده معاني ولها عده اوجه. اسمح لي فيما يخص القوات التي في مارب، ضيفة الكلمة تحدث بأن الحوثي سيقتحم الجنوب إذا لم تكون هذه القوات موجودة، فهذا هذا على افتراض أن تلك القوات الموجودة في مارب هي تتصدى الحوثي وأنها تحارب الحوثي، لكن هذا ليس صحيحا
على الاطلاق، والاحداث الاخيره التي شهدناها في الشهرين الثلاثه الماضيه اثبتت بان هناك قوات ضخمه جدا لا توجهت شر صنعاء، والا كانت وصلت الى صنعاء خلال ايام. فهذه القوه هي اصلا مسوده قوه ثابته الى الجنوب، وقد شاهدنا كيف وصلت هذه القوة بسرعه كبيره وبطلت الضخامه الهائلة من البشر والعتاد باتجاه الجنوب. فساعة قليلة واصبحت بضواحي عدن الشرقية دولة ان حصل لها ما حصل بتدخل بالطيران التحالف. فاذا كانت هذه القوة ستضرب حصول صنعاء، فلا اعتقد ان هناك كان يكون هناك تحفظ او تخوف او تردد لدى الطرف الجنوبي من هذه القوات. اما وقد عرفنا نوايا هذه القوات ومن الجهاز وما حجمها، هنا يكون الهاجس التخوف طبيعي منطقي وله ما يبرره. فيما يتعلق بالقوات في عدن، فاعتقد ان هذا الامر ان استطاعت السعوديه بان تحتمي هذه الاسلحه الضخمه كلها وتحتمي القوات جميعها، فلا اعتقد ان الانتقال قد يتمنع في هذه النقطه، خصوصا اذا اقتصر الامر فقط على عدن ولم يتجاوز الى محافظات اخرى. ففي الضالع هي بحاجة إلى سلحة ثقيلة وسلحة كبيرة، ولا يستطيع عدن أن ينتزع عن من الانتقالي حتى لو توقفت تلك الجبهات. أما فيما يخص في عدن فطبيعي بأن هناك يكون تخوف، لأن عدن هي محور الجنوب ومحور الصراع داخله، فأي قوة تسلب من الانتقالي، خصوصا بأن الاتفاق يتحدث عن نزع الأسلحة ما فيها الأطفال حتى. هذا طبعا عن الاسلحه المتوسطه الاخرى والاسلحه الثقيله والعربات والدبابات. فاذا كان الخصم الاخر يتحيل لك وانتظرك في باب مارب على ابواب شبوه، فكيف لي انا اطمئن ان اسلم قواتي الى جهه هي اصلا ليست بالقوه التي تستطيع ان تتصدى لهذا الخصم الذي يتحيل في هناك فيه. واقصد هنا السعوديه، هل المفروض السعوديه ان تمنع شكرا قوات الاصلاح او قوات ما تسمى بالشرعيه او ما يسمى بالجيش الوطني الذي يتوعد؟ وشاهدنا قبل ايام هناك بيان صدر باسم اللجنه الامني في شبوه من طرف الحكومه يتحدث عن وعيد وتهديد بانه سيعمل وسيعمل وسيعمل. كيف بنا ان نسمعه الى هذا الطرف وهو يتحيل لنا ويتوعدنا بليل وسبور ومطلوب من الانتقال بان يسلم كل اسلحته بما فيها حتى الاطفال؟ شكرا لك اذا السيد صلاح الصقلدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. نعم بعوده اليك، شكرا لك اذا السيد صلاح الصقلدي. شكرا جزيلا لك سيد صلاح الصقلدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بعوده اليك سيد عبد السلام محمد، يعني في نقاط اخرى فيما يتعلق بان وجود كان الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومه كان موجودا، هناك ضغط شعبي او حديث شعبي بشكل عام في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره عن ان وجوده هناك يشرع لي، يعني مع تعطل باقي نقاط الاتفاق يشرع للمجلس الانتقالي ولما حدث في اغسطس الماضي. مساله الاتفاق المصفوفه الان هل ستساعده فيما يتعلق بادائه بشكل افضل؟ هل وجوده هناك اعطى هذه المصفوفه يعني أو هذا الاتفاق أملا في التنفيذ أم لا؟ أنا وجهة نظري أن هذا الكلام غير دقيق إطلاقا، أن وجوده يشرع للانتقالي. دخول الحكومة إلى المناطق المحررة وإعادة فرض سلطتها حتى ولو من بوابة الخدمات في البداية، أولا هي مسألة واجب باتجاه الشعب، قبل يعني لا يمكن أن يعاقب أبناء عدن كلهم بجريرة ميليشيات موجودة داخل المحافظة، هذا من ناحية الواجب. ثم أن التواجد أفضل من لا تواجد حتى ولو بنسبة 1%، ناهيك أن يكون 20% 30%. الجانب الثاني، الأخ تحدث عن موضوع تحرير صنعاء، يعني هي مسألة مرتبطة بالتحالف، ليست مرتبطة فقط باليمنيين، مرتبطة بشراكة كاملة. إذا قرر التحالف دخول صنعاء سيدخل الناس، سيدخلوا صنعاء ويقاتلوا على أسوار صنعاء، لكن إذا لم يقرر التحالف دخول صنعاء بالتأكيد الناس لا يغامرون، لأنه ما حصل أن مئات من شباب المقاومة ومن ضباط وجنود الجيش الوطني قتلوا بغارات الطيران وصواريخ التحالف عندما تقدموا إلى أماكن محرمة عليهم.
الجانب الثالث وهو الأهم، كيف يمكن الذهاب لتحرير العاصمة المرتهنة والمسيطر عليها الحوثي فيما عدن هي العاصمة المؤقتة لا يستطيع الرئيس أن يعود إليها؟ كيف يمكن أن يدار هذا الأمر؟ لابد أن الرئيس يعود إلى عدن وأن يمسك بزمام الدولة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية حتى يستطيع أن يتجه إلى عدن، لكن دخول المواجهات وذهاب القوات الموجودة في مأرب إلى صنعاء فيما الرئيس خارج البلد وعاصمته محررة معناه واضح أنها حرب مناطقية، ليس لم تكن حرب بسيادة الدولة ولا استعادة الدولة. يجب على الرئيس أن يعود ليدير الدولة من الداخل ثم التحرك لهذا الجيش، وأيضا لا بد من التنسيق مع التحالف في هذا الأمر. أنا أعتقد أن المبررات جاهزة لإفشال الاتفاقية من قبل الانتقالي، ويبدو أنه كل ما يعمل ويوقع الآن هو تحت الضغوط. إذا لم الأمور تستقيم وتعود الدولة إلى عدن، أنا باعتقادي أن القرار هو قرار رئيس الجمهورية. إذا أراد أن يدخل عدن عسكريا فالجيش موجود على أبواب عدن، ومن السهل جدا الدخول ما لم يتدخل التحالف. وإذا أرادوا أن يتم الاستفادة من هذا التوقيت في هذا والشراكة مع الدولة والحكومة والدخول أيضا في الدولة بقواتهم ومشاركاتهم السياسية من أجل تحرير العاصمة، ومن ثم الذهاب للدستور وحتى استفتاء إذا كان أرادوا الانفصال فلينفصلوا في أطر دستورية وقانونية ليست عسكرية ولا مسلحة. شكرا لك على تواجدك معنا رئيس مركز أبعاد الدراسات سيد عبد السلام محمد، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحية طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.